مرحبا، معي لكم اليوم تجربة لسيارة برأيي هي من أجمل السيارات المكشوفة لأربع أشخاص بالعالم، بل يمكن تكون من أجمل السيارات اللي ممكن تشوفها على الطرقات بشكل عام. اليوم معي المازيراتي جراند كابريو سبورت 2018. تعالوا خلينا نتعرف على سر عشق الكثيرين لهذه السيارة اللي ما تغير شكلها بشكل كبير من وقت ما أطلقتها مازيراتي بعام 2007، يعني من 10 سنين. طبعاً لا تنسوا دايماً أنه تشتركوا بقناة يلا موتر على اليوتيوب وتفعلوا التنبيهات لحتى تشوفوا آخر اختباراتنا دائماً. جراند كابريو لسه محافظة على نفس التصميم اللي حصلنا عليه من شركة بيننفرينا من أول ما أطلقوا السيارة عام 2007، وأنا بصراحة مبسوط إنه مازيراتي وإحنا محظوظين إنها ما غيرت هذا الشكل الرائع للسيارة اللي عم بيجمع بين شكل رياضي مع أناقة وفخامة تعودنا عليها من سيارات مازيراتي. ولأذكر لكم ملاحظة، سيارة الجراند كابريو والجراند توريزمو من مازيراتي بيعتبروا آخر السيارات اللي لسه بيحملوا تصميم من شركة بيننفرينا الإيطالية المعروفة، وهم سيارات لسه عم بينتجوا بالعالم. هاي الشركة بيننفرينا اللي أعطتنا أجمل السيارات من شركات مثل فيراري، ألفا روميو، فيات، وطبعا مازيراتي. ولكن الجراند كابريو راح نلاحظ فيها بعض التغييرات ب 2018، خصوصي مع شكل الشبك الأمامي اللي عم بياخد هذا الشكل السداسي هاي السنة، وعم بيحمل شعار مازيراتي الكبير بالمنتصف، وأيضا شالوا الزاوية هاي اللي كانت عم تنزل من بادي السيارة داخل الشبك، وهلأ هي مجرد تصميم داخل الشبك الأمامي. وطبعا السيارة عم تحصل على أضواء جديدة أوتوماتيكية فيها إضاءة نهارية جميلة جدا، والنسخة اللي معنا اليوم عم تحصل على هاي الجنوط السوداء بقياس 20 إنش. ومثل ما متعود مع أي سيارة مازيراتي، لسه عم نحصل على فتحات الكروم الثلاثة على جانب السيارة، وأسفلهم هون في شعار بيننفرينا ليذكرنا بعراقة هذا التصميم. أما السيارة من الخلف لسه محافظة على نفس التصميم تقريبا، مع فتحتين للعادم كبار كتير بالخلف، وكلمة مازيراتي كبيرة بمنتصف السيارة. من داخل السيارة أول شيء بحب أحكي لكم عنه هو نوعية المواد المستخدمة بالسيارة. فنوعية المواد وجودتها رائعة جدا داخل هاي السيارة، ومثل ما أنتم شايفين هذا الجلد اللي عم بيجي بهاي النسخة باللون الأحمر هو جلد مخيط يدويا عم بيغطي معظم أنحاء السيارة، مع تدخيل لقطع من الكاربون فايبر على التابلو وعلى الأبواب، وأيضا على مقبض الجير اللي عم بيحمل شعار مازيراتي من الأعلى. والسيارة طبعا عم تيجي مع مقود رياضي أيضا مصنوع من الجلد، وكراسي رياضية من نفس نوعية الجلد، إلها فتحات معدنية بالمنتصف، وإلها شعار مازيراتي على المساند الرأس الأربعة. وطبعا خلف المقود عم نحصل على بادل شيفتس كبيرة جدا مصنوعة من المعدن. وأيضا من الشغلات اللي لفتت انتباهي بنوعية المواد المستخدمة بالسيارة هي نوعية المعدن المصنوعة منه دواسة الفرامل ودواسة البنزين، وحتى أنه شعار مازيراتي عم نجده بمنتصف دواسة الفرامل. هذا كله أعطى السيارة طابع رياضي وفخامة بتليق بمازيراتي جراند كابريو. والحلو بالموضوع أنه نوعية هاي المواد المستخدمة ما عم بتقل بالخلف أبداً، فالمقاعد الخلفية مع مساحة كافية لجلوس بالغين بكل راحة، أيضا عم نحصل على نفس نوعية الجلد وعلى تدخيلات كاربون فايبر على جوانب السيارة. وأيضا الركاب بالخلف بيحصلوا على 2 كاب هولدرز ومخارج لشحن الموبايل. وهذا بجيبنا للتجهيزات بالسيارة. بالجراند كابريو 2018 أول شيء حنلاحظه أنه جددوا الشاشة الموجودة بالمنتصف، وأعطوا السيارة شاشة لمس كبيرة لنظام الترفيه عم بوصل حجمها ل 8.4 إنش.
وطبعا اضافوا هذا القرص لتقدر تتحكم بكل اعدادات السياره بدون ما تضلك تشيل ايدك عن المكان هون بالمنتصف على الكونسول الوسطي وتضلك تلمس الشاشه. هذا عم بحافظ على الشاشه اولا نظيفه وبخليك تركز اكثر على القياده. ولكن انا عندي بس ملاحظه صغيره، انه احنا صرنا بال2018 ولسه عم نحصل على أزرار للتحكم بنظام التكييف اللي هو اوتوماتيكي ولكنها شكلها مأخوذة من سيارة فيت من التسعينات. بظن انه لازم عاد تتغير هاي الأزرار ويعطوها شكل حديث اكثر. وكمان ايضا السيارة عم تجينا مزودة بشاشة بمنتصف عدادات السرعة عم تظهر فيها معلومات مختلفة، لكن اقول لكم الحقيقة بمجرد ما تيجي الشمس عليها بتبطل تشوف فيها اي معلومة. ولكن بالنهاية هاي السيارة مش سيارة تكنولوجية او حديثة، انت بمجرد ما حتبلش قيادة هاي السيارة راح تنسى انه بدك كل هاي التجهيزات. يعني انا اعطيني هاي السيارة بشبابيك افتحها يدويا وانا ابلان، وحيضل رأيي ما متغير بهاي السيارة ابدا. حالياً أنا عم بقود السيارة بوضعها العادي، وبهذا الوضع السيارة عم تعطيك مع الجراند كابريو قيادة سهلة ومريحة وهادئة لحتى تستمتع بالمناظر من حواليك والجو الجميل من سقفها المكشوف، ولحتى تسمع موسيقتك المفضلة اللي عم تصدر من 10 سماعات مصنوعين من شركة هارمان كاردن. بس بهاي السيارة أحسن موسيقى ممكن تسمعها هي الصوت اللي راح يصدر من محرك الـ V8 4.7 لتر اللي صنعته مازيراتي مع فيراري. فمجرد ما أحط السيارة بوضع سبورت راح نسمع هذا اللحن الرائع المخلوط بعشق الإيطاليين للقيادة. اسمعوا معي. هاي السيارة حترسم ابتسامة على وجهك بكل ثانية راح تقودها. هذا المحرك عبارة عن 460 حصان و 520 نيوتن متر من العزم مروضين ليحولوا الطاقة الموجودة بالبنزين لهذا الصوت الجميل والرائع. فعلا لحن رائع من هاي السيارة. وطبعا كل هاي القوة عم تدفع السيارة للتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 4.7 ثانية. خلينا نرجع نسمع صوت هذا المحرك الروعة. اسمعوا معي. شيفت جير الثالث، فعلا لحن لا يضاهي اي لحن. هذا هو سر عشق الكثيرين لهاي السيارة، كله بيكمن بالإحساس اللي عم تعطيك إياه والمتعة بالقيادة اللي عم بيجي من هذا الصوت الرائع. طبعا تماسك السيارة على الطريق كمان كتير كبير، لكن بدك تكون شوي حذر على المنعطفات لأنه مثل ما قلنا السيارة دفع خلفي، فممكن إنها شوي تزحط معاك من ورا. نسمع الصوت مرة تانية. في أشياء ما بتقدر تقيسها بالأرقام، وهاي السيارة الجراند كابريو اللي معنا اليوم هي مثال حي إنه صناعة السيارة مش مجرد هندسة وتكنولوجيا حديثة. هاي السيارة برأيي هي عمل فني بيعطيك ابتسامة على وجهك وأحاسيس تشعر فيها مثل لما تنظر على لوحة فنية جميلة أو تسمع موسيقى بتحبها. أنا بعتبر حالي جداً محظوظ أنه أتاحت لي الفرصة أنه أجرب الجراند كابريو قبل ما يلحقها تحديث يغير من أصالتها الإيطالية. طبعاً هذا العمل الفني بأسواقنا بالإمارات سعره بهاي النسخة اللي معنا اليوم بيوصل ل 575,000 درهم. بتمنى أنه تكون عجبتكم التجربة وبشوفكم بتجارب قادمة، ومع السلامة.